السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. جينا النهاردة عند الحاج أحمد رجب في بيت الأرض مطرح الرز. الله ينور حاج أحمد. لا بالزرفين ولا بالحرام. دارسين جنب بعض سبحان الله. لا كلها شغالة. ده بقى بالعرض اللي ياخد موجود بعد ما خلصت الطول، ده بالعرض اسمه الشمبوش. الشمبوش الأرض بتاخد وشين طول الأول وبعدين وشين وش في وشين بالعرض، لأن ده وش واحد بس بيتنط عليه وشين، وبعدين وش طول تقوم الأرض تثبت معاك على طول، بيسموه وشين في وش لأن بيجيبها من ورا جرة جنب جرة تيجي من ورا، بيبقى عامل من قدام فأنت بتعيد تاني على اللي أنت بتلفها من قدام، بيسموها كده وشين في وش. الصلاة على الرسول برضه، أبو وردان موجود معانا في كل تصويرة، صديق الفلاح.